كتشوفوا معنا اخوتي مباشرة من الواد والعشير. اليوم اخوتي السبت، كما كتشوفوا مفاجأة كبيرة من الواد. غادي نعاود لكم اشنو وقع هاد الواد البارح في الليل نص الليل، ونهضر لكم على هاد الواد ونصور لكم هاد الواد. شوف شوف اخوتي، شوف السرعة، شوف السرعة اخوتي، يا ربي السلامة. شوف السرعة، شوف اخوتي السرعة، شوف 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 اخوتي السرعة ديال الواد. الطيف 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 الطيف. السلامة 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 السلامة. هادشي اخوتي خطير بزاف، يا ربي السلامة 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 السلامة. هذا هو الواد ديال بصح. بعد الناس جاوا لهذا المكان يستمتعوا في الواد ويكتشفوه. شوف اخوتي شوف، شوف المساحة ديالو كبيرة. هادشي خطير اخوتي. وما تنسوا اخوتي، الى كان اول مره كتشاهد القناه ديالي اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد خاص الويدان. راه مبارطاجي لكم واد صياد في مدينه قلميه.